السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم كده جولة النهاردة فين؟ في فتح الله في هايبر العجم ستار. طبعا احنا في محافظة اسكندرية. النهاردة بقى هنعمل داخل قسم الادوات المنزلية والكهربائية. شوف كده عروض السنة. اول السنة دي كبة كده دي عاملة كام؟ دي 400 واط. عاملة كام؟ عاملة 499، يعني 500 جنيه، صح؟ اللي هي 100 نتج، صح؟ كده كده مضرب بيد عامل 1049، يعني 1050 بدلا من 1199. هو اخوك هنا؟ طب نشوف ايه تاني كده. دي كبة بالخلاط ميناتا عاملة 999، يعني 1000 جنيه. ادي الخلاط بتاعها. عندنا برضو حاجة زي كده كوفي ميكر عامل كام؟ 649 بدلا من 775. تعال نشوف ده كده برضو. دي كبة برضو عاملة كام؟ دي 800 واط، عاملة 899 من بعد 1049. دي مكنسة عاملة 1399. بصي شكلها. هنا بقى ده كاتل عامل 206. والله ما اعرف منشغل شغل طبعا. دي كده نوفال قلاية عاملة 1350، لكن دي عاملة كام؟ 850 كده. دي كده فرن عاملة 1099، 50 لتر. دي كده كاسات كده، بس اشكالها. ده الشوب عامل 9 جنيه. الكيس الصغير ده عامل كام؟ 16 جنيه. واللي هو هنا البرطمان، اللي هو المج البرطمان عامل 27 السادة، والمشجر ده عامل 35، بصوا ده كده حلو عامل كام؟ عامل 40 جنيه. مسؤول اعترف بشيء 5%، مسؤول اعترف بشيء 5%. في بقى حاجات كده، ده مجات اللي هي البورسلين تونسي عاملة 35. دي أشكالها كلها كده، بصوا كده. لكن ده كده بورسلين برضو عامل 29. الأشكال هم 35. دي جميلة، أشكال كتيرة قوي 35. وفي اللي هو ده الأحمر ده كده عامل 32. دي أشكال من 49 بس عليها عرض 39 بدل من 49. بس برضو الأشكال دي كده 39 و40. في اللي هي الإزاز دي 23. الإزاز دي كده كلها 23. وفي بصوا الشوب ده كده 19 كده. الشوب الكبير قوي ده كده
الشفا الشفا كبير ده كده ده عامل 45 افتكرتيه بعصير الاصابع ده طقم كده اركوبال كام 6 قطع عامل 119 بدل 145 دي اشكاله لكن ده كده عامل 120 اللي تحت ده عامل 99 بصوا ده كده ده عامل كام 149 حلو الشكل ده بقى طبعا حاجات كده ده دول الازاز اللي تحت دول كده 6 عاملين 10 جنيه صح التلاتة عاملين 10 جنيه التلاتة مش اسف التلاتة وهنا الاتنين دول 14 بص حاجة برضو كده ده بورسلين برضو ده كده الكام ده ده 4 قطع الاربع قطع عامل 150 كده لكن ده 150 وده 150 ده بقى ده انت ازاي ده 150 ده زاد حاجه عليه انه بقى 150 برضه سبحان الله سبحان الله بصي ده بقى شكله حلو ده بصي المضلع ده كده برضه 150 تحسيه 150 برضه سبحان الله المج ده كده عامل 30 شكله حلو المج ده 30 حلو في بقى حاجات كده ده للايس كريم ده او عايز يعني يفعل اي حاجه ده 120 هلا بتشوف كده الطقمه دي كده الطقم ده كده 12 قطعه عامل 699 من بعد 1054 عرض جامد ده تصدقي يعتبر النص بالنص كده 50% بس حلو في برضو كده ده عامل كام ده 900 جنيه ده كده 899 الشكل بتاعه من بعد 1200 ده طقم برضو الحلة بتاعته تقيلة صح دي كده بقى تعال نشوف الاستالس تعالى استالس الاستلس بقى ده كان عامل كام 1499 كم قطعة بقى تسعة حلة ولا تسعة قطعة تسعة فحلة فحلة مش عارفة باجي معاكي ليه باجي لواحد زي الفل اهو اهو بصي اهو هنا ده 8 قطع عامل 1349 من بعد 1658 شفتوا الشكل بتاعه كده حل الضغط كده دي عامله كام 800 300 ده 6 لتر في شكل برضو تاني كده ده عامل 1049 6 قطع استنى ادي الشكل بتاعه عروض البنطلونات الرجالي الجنس عامل 120 بألوانه كلها درجات الجنس بتاعته تمام في بقى هنا الجاكيت اللي هو الرجالي عامل 99 ده القط والاطفالي عامل 139 اللي هو والمبطن عامل 175 في بقى هنا كده ده سويت شيرت رجالي ميلتون عامل 65 من بعد 90
عباس الجرد هنا محطوط هنا. دي كده حل الضغط ستانلس اللي هي ال 12 لتر دي عامله 2699. هنا بقى طقم طواجن عامل 360 بعد 400. ده فيه كام؟ فيه سنيتين مربع، لكن ده كده عامل 306 من بعد 340. ده برضو 2 مربع برضو. المدور عامل كام؟ 340، بس المدور 3 قطع. في الاول الصغيره دي كان عامل كام؟ 239 اللي هو القلب. اكتر عامل 297. هنا بنطلونات رجالي عامل 105، درجاته برضو كلها بألوانه كلها. وهنا سويت شيرت حريمي واحد وعلى واحد 120، يعني الواحد كده ب60 من بعد 240 بقى 120، واحد وعلى واحد يعني الواحد ب60 جنيه من بعد 240. والبنطلون سويت بانس عامل 80 جنيه، والسويت اللي هو ده كده عامل 80، والسويت شيرت الرجالي ده عامل 60 جنيه من بعد 120. ده كده الحريمي، لكن ده الرجالي وده السويت بانس. وده سويت شيرت رجالي عامل 85، ده نوع تاني. البنطلونات برضو بنطلونات هنا بقى عامله 195 جينز كده. ده التيشيرت دي عامله كام؟ وهي طب كده شوفها لك. لا مش حاطين عليهم سعر، ممكن نسأل. دي كوتشيات كده غالي عامله 100 جنيه، والبناشي برضو لا الرجالي عامله 150، البناشي اللي عامله 100 جنيه من بعد 150. ده كده سكتشر رجالي ده عامل 125 من بعد 200، مشكله هي كده. دي بقى هنا الطقومة دي كده ده عامل 250 من بعد 350. ده ألوانه وأشكاله. دي كده بقى بطانية 4 كيلو عاملة 450. دي كده 405، لكن دي 3.5 كيلو عاملة 365. دي 8 كيلو عاملة 675. ده كده الحاف فايبر عامل 280 تركي. حلوة دي عاملة كام كده؟ البطارية دي كده شرفيش 445. بصوا دي كده 445 شكلها كده. ده الحاف لحاف ولا بطانية؟ لحاف. لحاف فرو دبل فيس عامل 445 كده برضو. اهو الشكل تاني منه. ده لحاف برضو مشجر تركي عامل 280 من بعد 325. اشكاله كده. اللي فوق ده عامل 195.
مقاسه تقريبا اقل. مقاسه اقل، ده 240 في 180، لكن ده 240 في 220. ده الحب سادة عامل 245، بس حلو الشكل السادة ده برضه، تصدقي شكله قليل بس بس الابيض بتاعه ده كده عامل 355. عرض الستارة، متعرفيش عرض الستارة كام؟ دي 3 متر في 2.5، عامل كام؟ 165 تقريبا، 165 مش فاكرة كويس. هنا بقى ده عرض الفوط، الباكت 2 قطعة 39، لكن اللي هو البشكيل ده عامل كام؟ 79. الاستراب كام؟ 165 زي ما قلت. هنا بقى عرض تقومة السرير، تقومة السرير هنا عرضها كويس أوي بصراحة، اللي هو بتاع التركي السنجل اللي هو الثلاث قطع عامل 79، أشكاله كده كلها. حلو الوانه، الوانه حلو كمان. ما اللي هو ده 75 اللي هو السنجل، يعني مش الاطفال عشان الاطفال بيبقى قطعتين. يلا كم الكرة؟ كرة بكام؟ كرة السلة عاملة 55، ماشي. كرة السلة دي عاملة 55، والفسفوري دي عاملة كام؟ عاملة 25. هنا كده جيت قمة ثلاث قطع عاملة 310، اللي فوق دي 275، لكن دول كده 310. اللي تحت دي خلص اللي هي كوفيرتا عاملة 250، وكوفيرتا تاني كده عاملة 225. دي فوط مطبخ عاملة 35، دي ملاية سرير، دي ملاية سرير بس عاملة 40 جنيه، عاملة 40 جنيه، وفي عاملة 55، دي ملاية واحدة بس قطعة واحدة، وفي عاملة 35، مقاس 150 في 240، لكن في طقم تلات قطع هنا عامل 90 اللي هو ده، وفي اللي هي ملاية السرير الأستيك عاملة 80 اللي تحت دي عاملة 80 جنيه، ومقاسها 180 في 200 في 30 سنتي، عاملة 80 جنيه ملاية الأستيك دي. نيجي هنا واللي هي المقاس الصغير عاملة كام؟ 65، وفي اللي هي مقاس المتر عاملة 55، ومقاس 120 عاملة 65. دي حافظة تركي عاملة كام؟ 250، مقاسها كام؟ 160 في 250. هجيب بشكيل بقى، في بمية، جيب مية كده، هيا بشكيل من هنا كده، مية مقاسه 70 في 140، هجي أشكاله كده كلها، والفوط اللي فوق دي 50، لكن البشاكيل 100، وفي بشاكيل أكبر اللي هي الفوطة البشكيل عاملة 135 اللي تحت دي، لكن دي كده 100،
وفوق فوق 50. اجي اشكلهم كده كلها. دي فوط صغيرة 4 فوطة ب45، واللي فوق 49.